السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ المحاضرة الثانية، والمحاضرة الثانية ما زلنا بنتكلم عن شابتر 2، بس هنتكلم عن الفورس ان سبيس او في 3 دايمنشن. فورس ان سبيس او الفورس في 3 دايمنشن. الفورس عايزين نحطها في صورة فيكتور في 3 دايمنشن. 3 دايمنشن يعني عندنا 3 محاور، ده محور وده محور وده محور، ده محور اكس وده محور واي وده محور زد. دول ال3 محاور اللي عندنا. اتفقنا المرة اللي فاتت ان كل محور له حاجة اسمها اليونت فيكتور، وان محور اكس بياخد متجه وحدة اسمه الاي، متجه قيمته تساوي 1 صحيح، وظيفته ان هو يحدد اتجاه محور اكس. والواي بياخد متجه وحدة اسمه الجي، متجه قيمته تساوي 1 صحيح، وظيفته انها تحدد اتجاه محور واي. والزد بياخد متجه وحدة اسمه الكي، متجه قيمته تساوي 1 صحيح، وظيفته ان هو يحدد اتجاه محور الزد. وانا عاوز عندي فورس في 3D وعايز احطها في صورة متجه. احطها في صورة متجه يعني ايه؟ يعني اجيب الكومبوننت بتاعتها، المركبات بتاعتها في اتجاه محور اكس، والكومبوننت بتاعتها المركبة بتاعتها في اتجاه محور واي، والمركبة بتاعتها في اتجاه محور الزد. عاوز اجيب 3 كومبوننت للفورس اللي عندي. 3 كومبوننت نجيبها ازاي؟ قال لك والله عندنا طريقتين. الطريقة الأولى إن أنا أحول القوة المتجهة اسمها الكوردينيتس أنجل، زوايا المحاور. زوايا المحاور يعني إيه؟ يعني أنت عندك القوة ليها زاوية ميل على المحاور. لو كان عندنا ده محور واي وده محور اكس وده محور زد، ودي هي الفورس، هي دي اسمها الفورس اف، وعاوز احولها المتجه. فلو كان عندك زاوية ميلها على محور اكس، الزاوية دي كلها هنسميها الالفا، زاوية ميلها على محور واي، الزاوية دي كلها هنسميها البيتا، زاوية ميلها على محور زد، الزاوية دي كلها هنسميها الجاما. يبقى انا عندي 3 زوايا. زاوية ميل الفورس على محور اكس هنسميها الالفا، زاوية ميل الفورس على محور واي هنسميها البيتا، زاوية ميل الفورس على محور زد هنسميها الجاما. دول ال3 زوايا اللي عندي، ال3 زوايا اللي احنا بندور عليهم. واوعى تتخيل ان في علاقه بين ال3 زوايا دول. لو انت تخيلت معايا كده ان ده محور واي، واللي جنبي من هنا ده محور اكس، واللي فوق ده محور زد، فان الفورس مايله بالمنظر ده كده اهو. الفورس مايله في الفراغ حاجه بالمنظر ده كده، دي فورس في الفراغ. زاويه ميلها على محور واي هي الزاويه دي اللي اسمها بيتا، زاوية ميلها على محور زد هي الزاوية دي اللي اسمها الجاما. مفيش علاقة بين البيتا والجاما. البيتا زاوية ميل القوة على محور واي، الجاما زاوية ميل المحور القوة على محور زد، الألفا زاوية ميل القوة على محور اكس. فمفيش أي علاقة بين الزوايا دي. باين من الرسم إن بيتا زي الجاما 90، لا مش كده، هي في مستويات. إحنا بنتكلم عن الفراغ، زاوية القوة على محور واي دي زاوية فراغية مش زاوية في المستوى. زاوية ميل القوة على محور زد دي زاوية فراغية مش زاوية في المستوى. طالما ان هما في المستوى فمفيش أي علاقة بين الزوايا وبعضها. يبقى ألفا وبيتا وجاما زاوية ميل القوة على محور إكس وواي وزد، ومفيش أي علاقة تربط الزوايا لأن إحنا بنتكلم على الفراغ. لو أنت فاكر المرة اللي فاتت لما كنت بتكلم عن الفورس في 3D، وكنت بقول لك لو ده محور إكس وده محور واي وكان عندنا فورس هنا اسمها الاف، لو كانت مايله بزاويه 30 فانت كنت ممكن تقول ان الاكس هياخد اف كوزاين 30،
والواي هياخد اف ساين 30. واحد مش عاجبه ال 30 قال له خلاص اشتغل بالزاويه الثانيه اللي هي 60. فيبقى المركبه دي هتبقى اف كوساين 60 والمركبه هنا هتبقى اف ساين 60، مفيش مشكله. واحد مش عاجبه ال 30 ولا 60 قال له خلاص فاحنا ممكن ناخد اف مع محور اكس بزاويه 30، يبقى ناخد اف كوساين 30 وناخد اف مع محور واي بالزاويه 60 تبقى اف كوساين 60. هي دي معناها ايه بقى يا سيدي؟ ان الفورس لو مايل على اكس بزاويه 30 فالاكس ياخد كوساين 30، الفورس لو مايل على واي بزاويه 60 الواي تاخد كوساين 60. حلو كده؟ يبقى القوه لو مايل على محور بزاويه المحور ده ياخد كوساين، القوه لو مايل على محور بزاويه كل محور ده ياخد كوساين. طب ما تيجي تطبقها هنا، انت عندك الفورس مايل على محور اكس بزاويه اسمها الفا، يبقى مركبه القوه في اتجاه الاكس هي الاف كوساين الفا. الفورس مايل على محور واي بزاويه اسمها البيتا، يبقى مركبه القوه في اتجاه الواي اسمها البيتا. الفورس مايل على محور زد بزاويه اسمها الجاما، يبقى الاف زد هي الاف كوساين الجاما. يبقى ادي الثلاث مركبات اللي عندنا. يبقى القوه مايل على محور اكس بزاويه الفا، يبقى مركبه القوه في اتجاه الاكس كوساين الفا. القوه مايل على محور واي بزاويه بيتا، يبقى مركبه القوه في اتجاه الواي كوساين بيتا. القوه مايل على محور زد بزاويه جاما، يبقى القوه في اتجاه زد بزاويه جاما. لو انت فاكر المره اللي فاتت ان اقدر احط الفورس متجه، ان اقول انها اف اكس اي زائد اف واي جي، وهنزود عليهم النهارده كمان الاف زد كي. يعني اقدر اقول ان الاف اكس زي ما احنا كتبنا من شويه هي الاف كوساين البي الالفا، وان الاف واي هي الاف ساين كوساين البيتا، وان الاف زد هي عباره عن الاف كوساين الجاما. لما تجيب الثلاث مركبات تقدر تحط القوه اللي عندك في صوره متجه بالشكل اللي انت شايفه ده. دي الحته الاولانيه. طب افرض انا كان عندي القوه في صوره متجه وعاوز اجيب قيمه القوه تبقى بكام؟ قيمه القوه الفورس هي الجذر التربيعي لمركبه الاكس تربيع زائد مركبه الواي تربيع زائد مركبه الزد تربيع، يديني قيمه القوه اللي عندي. يبقى لو انا مديك القوه ومديك ثلاث زوايا زودناها على محور اكس هنسميها الفا، زودناها على محور واي هنسميها البيتا، زودناها على محور زد هنسميها الجاما. فانت تقدر تحطها في صوره متجه، انك تجيب المركبه في اتجاه الاكس هي في كوساين الفا، المركبه في اتجاه الواي هي في كوساين بيتا، المركبه في اتجاه زد هي في كوساين الجاما. وبعدين نقدر نحط القوه المتجهه عباره عن اف اكس اي زائد اف واي جي زائد اف زد كي. كده يبقى انا حطيت القوه اللي عندي في صوره متجهه. لو كانت عندي القوه في صوره متجهه وعاوز اجيب قيمه القوه في الفراغ، فان قيمه القوه هي الجذر التربيعي لمركبه الاكس تربيع، مركبه الواي تربيع، مركبه الزد تربيع. دي اسمها الكوردينيت انجلز، يعني زوايا المحاور، ان انا مديك القوه ومديك معاها ثلاث زوايا، فانت هتحطها في صوره متجه بموضوع بسيط خالص، ان انت كل اللي هتعمله انك هتجيب المركبه في اتجاه الاكس والواي والزد. حلو كده؟ في علاقه بسيطه كده بين الزوايا الثلاثه وبعض، تعال نشوفها. انا بقول ان الاف متجه هي عبارة عن الاف اكس في اتجاه الاي زائد الاف واي في اتجاه الجي زائد الاف زد في اتجاه الكي. ايه رأيك لو انا حبيت اجيب قيمة القوة؟ يبقى قيمة الفورس هي الجذر التربيعي لاف اكس تربيع زائد الاف واي تربيع زائد الاف زد تربيع. ايه رأيك لو ربعنا الطرفين؟ يبقى الاف تربيع، التربيع يشيل الجذر، هي الاف اكس تربيع زائد الاف واي تربيع زائد الاف زد تربيع. ايه رايك لو احنا قسمنا المعدات دي كلها على اف تربيع؟ تبقى اف تربيع على اف تربيع، وهنا اف اكس تربيع على اف تربيع، وهنا اف واي تربيع على اف تربيع.
وهنا اف زد تربيع على اف تربيع. اف تربيع على اف تربيع مواحد تساوي اف اكس على اف الكل تربيع زائد اف واي على اف الكل تربيع زائد اف زد على اف الكل تربيع. في اي مشكله حتى كده؟ يبقى انا عندي المعادله دي اف اكس على اف دي بكام؟ تعالى من هنا كده اف اكس بتساوي اف كوزاين الفا، يبقى كوزاين الفا بتساوي ايه؟ اف اكس على اف، يبقى واحد هيساوي اف اكس على اف هي كوزاين الفا الكل تربيع زائد اف واي على اف هي كوزاين بيتا الكل تربيع زائد اف زد على اف هي كوزاين جاما الكل تربيع. هي دي المعادله اللي بتربط الزوايا الثلاثه ببعض، هي دي المعادله بس، ان مربع كوزاين الفا زائد مربع كوزاين بيتا زائد مربع كوزاين جاما الكلام ده بيساوي واحد. وطبعا انت عارف انك لو عاوز كوزاين الفا فهي عباره عن الاف اكس على الاف، ولو عاوز كوزاين بيتا فهي عباره عن الاف واي على الاف، ولو عاوز كوزاين جاما فهي عباره عن الاف زد مقسومه على الاف. يبقى انا النهارده لما اديك القوه مش هديك الثلاث زوايا، هديك زاويتين بس، هديك زاويتين وانت هتستخدم العلاقه دي بين الثلاث زوايا عشان تجيب الزاويه الثالثه، وبعدين تجيب وركبت القوه في اتجاه الاكس اسمها الاف اكس، تجيب وركبت القوه في اتجاه الواي اسمها الاف واي، تجيب وركبت القوه في اتجاه الزد اسمها الاف زد، وبعدين تحط القوه في صوره متجه ان المتجه الفورس هي اف اكس اي زائد اف واي جي زائد اف زد كي. يبقى انا هديك زاويتين وانت هتستخدم هذه المعادله عشان تجيب منها ايه؟ الزاويه الثالثه اللي عندنا. ده ان هو ادانا الكووردينيت انجل، ادانا الزوايا بتاعت القوه اللي عندي دي. لما يديني الزوايا فمعناها ان انا اقدر احط القوه في صوره متجه بهذا الشكل. تعالى كده نشوف مساله من الكتاب طبعا، المسألة رقم 7. المسألة رقم 7 بيقول إن إحنا عندنا دي هي الثلاث محاور، ده محور إكس، ده محور واي، ده محور زد، دول الثلاث محاور اللي عندنا، وكان في عندنا قوة اسمها الفورس بالشكل ده كده، زاوية ميلها على محور إكس هو مسميها ألفا، زاوية ميلها على محور واي هو مسميها بيتا، زاوية ميلها على محور زد هو مسميها جاما. الزوايا دي اسمها زوايا في الفراغ، اسمها زوايا فراغية، زاوية في فراغ مش في المستوى. يقول لي ايه بقى يا سيدي؟ The force had a magnitude، قيمة القوة دي كانت ب 80 نيوتن. with angle alpha، الالفا ب 60 درجة، and angle beta، والبيتا ب 45 درجة. عندنا الفا ب 60 وبيتا ب 45 والفورس قيمتها ب 80. حط لي القوة دي in vector form، حط لي القوة دي في صورة متجه بس كده. عشان نحط القوة دي في صورة متجه نقوم نضطر نعمل ايه؟ لازم الأول يكون عندنا القوة وثلاث زوايا. القوة موجودة لكن عندنا زاويتين بس، فنضطر أول خطوة عندنا إن احنا نروح نجيب الزاوية الثالثة. طيب نجيب الزاوية الثالثة دي منين؟ العلاقة بين الزوايا، إن كوزاين ألفا الكل تربيع زائد كوزاين بيتا الكل تربيع زائد كوزاين جاما الكل تربيع تطلع قيمتها بتساوي واحد. ألفا هي كوزاين 60 الكل تربيع،
بيتا بخمسة واربعين كوزاين خمسة واربعين لكل تربيع زائد كوزاين جاما لكل تربيع تساوي الواحد. هطلع ان كوزاين جاما لكل تربيع لما تودي الارقام دي الناحية التانية تطلع علامة اتنين خمسة. خد الجذر يبقى كوزاين جاما بنص، يطلع بالآلة الحاسبة قيمة الجاما بستين درجة، يبقى هي دي الزاوية العادلة. طبعا نص كوزاين بنص ده لها احتمالين، زاويتين، لها احتمال زاوية حادة وزاوية منفردة. احنا هناخد الزاوية الحادة على طول، لو ان في احتمالين للزاوية احنا في الجزئية دي هناخد الزاوية الصغيرة، الزاوية الحادة على طول. كده يبقى جبنا الثلاث زوايا، يبقى انا عندي القوة عندي الثلاث زوايا، اجيب الثلاث مركبات. ثلاث مركبات بيقول لي ايه؟ بيقول ان اف اكس دي عبارة عن ان اف كوزاين الفا، مركبة القوة في اتجاه الاكس اف كوزاين الفا، تبقى عبارة عن 80 كوزاين 60 تطلع ب 40 نيوتن، ادي أول قوة عندنا. ادي المركبة الثانية ان اف واي هي عبارة عن الاف كوزاين بيتا اللي هي تطلع 80 كوزاين 45، 80 كوزاين 45 تطلع 56 و57 من 100 نيوتن. هات الاف زد هي عبارة عن الاف كوزاين جاما تطلع 80 كوزاين 60 تطلع 40 نيوتن. كده يبقى انا جبت الاف اكس وجبت الاف واي وجبت الاف زد. احط القوة في صورة متجه ان اف عبارة عن الاف اكس اي زائد الاف واي جي زائد الاف زد كي، يعني لما تحطها بالارقام تبقى 40 الاي زائد 56 و57 من 100 جي زائد 40 الكي، هو ده المتجه بتاع القوة اللي عندنا. يبقى لازم نجيب الزاوية التالتة لعلاقة الزوايا ببعضها، ولازم نجيب الاف اكس والاف واي والاف زد، وبعدين نحط القوة في صورة متجه. دي المسألة رقم 7. تعال نروح للمسألة رقم 8. المسألة رقم 8 بيقول لي ايه؟ يقول لي برضو كان عندي فورس، كان عندي الثلاث محاور ادا واي وادا اكس وادا زد، وبعدين في عندنا فورس اسمها الاف، زاوية ميلها على الاكس اسمها الالفا، زاوية ميلها على الواي اسمها البيتا، زاوية ميلها على الزد اسمها الجاما. هي دي الفورس اللي عندنا. بيقول لي ذا بول، كلمة بول يعني عمود، از سبجكت تو معرض إلى، ذا بول از سبجكت تو في عندنا عمود معرض إلى، ذا فورس اف معرض لقوة اسمها اف، which has a component اللي ليها ثلاث مركبات ان اكس وواي وزد في المحاور الثلاثة. قيمة الفورس، الفورس اللي اسمها اف كانت بثلاثة كيلو نيوتن، دي الفورس اللي عندنا. with angle بيتا وكانت الزاوية بيتا ب 30 درجة. and جاما وزاوية جاما ب 75 درجة. تفتكر لو حبيت احط القوة في صورة متجه يكون شكلها ايه؟ عندنا الفورس ومدينا جاما ومدينا بيتا، وعاوزين نجيب القوة في صورة متجه. نجيب القوة دي ازاي؟ الأول عشان نحط القوة في صورة متجه لازم يكون عندي القوة وثلاث زوايا. أنا عندي زاويتين بس، يبقى أول خطوة لازم أجيب الزاوية الثالثة.
الزاوية الثالثة تي ان كوزين الفا لكل تربيع زائد كوزين بيتا لكل تربيع زائد كوزين جاما لكل تربيع تطلع بتساوي واحد. الالفا انا محتاجها يبقى كوزين الفا لكل تربيع كوزين بيتا تبقى كوزين 30 لكل تربيع زائد الجاما كوزين 75 لكل تربيع. الكلام ده يساوي واحد. تودي لنا الحالة التانية هطلع ان كوزين الفا لكل تربيع تطلع قيمتها بتساوي علامة 1 8 3 0 1 2 7. خد الجذر يبقى كوزين الفا تطلع علامة 4 2 7 8. طلع الالفا تطلع قيمتها بتساوي 64.76 درجة. هي دي تمثل قيمة الالفا اللي عندي. اعمل ايه بالالفا؟ اجيب الثلاث مركبات. المركبة الاولى اسمها الاف اكس، هي عبارة عن اف في كوزين الالفا. اف عندنا 3 كيلو نيوتن، ينفع تسيبها بالكيلو وينفع تحولها لنيوتن. وانت عارف ان الكيلو نيوتن عشان نحوله لنيوتن لازم نضربه في كام؟ في الف. لو سبتها بالكيلو تبقى 3 كوزين 64.67. تطلع قيمة المركبة ب1.283 كيلو نيوتن. دي المركبة الأولى. المركبة الثانية إن اف واي هي عبارة عن اف في كوزين بيتا اللي هي 3 كوزين بيتا اللي هي كوزين 30. تطلع عبارة عن 1.5 9 8 كيلو نيوتن. المركبة الثالثة ان اف زد هي عبارة عن اف كوزين جاما تبقى 3 كوزين 75. تطلع قيمة المركبة 7 7 6 5 كيلو نيوتن. هي دي تمثل الثلاث مركبات. اعمل ايه بالثلاث مركبات؟ اقول له ده الفورس في صورة متجه، هي عبارة عن اف اكس اي زائد اف واي جي زائد الاف زد كي. يبقى الاف اللي عندنا تطلع اف اكس اي 1.283 اي زائد الاف واي 2.598 جي زائد الاف زد علامة 7 7 6 5 جي. هو ده القوة في صورة متجه. وما تنساش ان الوحدة بتاعتنا الكيلو نيوتن، لان احنا ما حولناش الكيلو الى ايه؟ الى نيوتن. دي كانت المسألة رقم 8. لما يديني القوة وزاويتين فاضطر ان اروح اجيب منهم الزاوية الثالثة. الزاوية الثالثة عشان اجيب منهم الثلاث مركبات. نشوف مع بعض المسألة رقم 9. مسألة رقم 9 بتقول ان احنا عندنا طول ده محور واي وده محور اكس وده محور زد، وكان عندنا فورس اسمها اف زاوية ميلها على محور اكس اسمها الفا، زاوية ميلها على محور واي اسمها البيتا، زاوية ميلها على محور زد اسمها الجاما.
وبعدين اللي حصل بيقول لي زبول، مثلا رقم 9 زبول عمود السبجكت تو فورس معرض الى قوه. كان في عندنا عمود معرض الى قوه، بس القوه دي هاز ماجنيتيودز، بتديني المركبات بتاعت القوه، ان الاف اكس قيمتها 1.5 كيلو نيوتن، وان الاف زد قيمتها بتساوي 1.25 كيلو نيوتن، وان البيتا ب 75 درجه. في عندنا فورس بتؤثر على عمود، بس القوه دي ما احناش عارفين قيمتها، لكن عارفين المركبات بتاعتها. مركبتها في اتجاه الاكس 1.5 كيلو، مركبتها في اتجاه الواي في اتجاه الزد 1.25 كيلو، زود منها على محور واي اسمها البيتا ب 75 درجه. تفتكر القوه دي قيمتها هتبقى بكام؟ عايزين الفورس، وعايزين كمان الاف زد قيمتها تبقى بكام؟ مركبتها في اتجاه الزد قيمتها تبقى بكام؟ بس عايزين نجيب اف واف زد. لو حبينا نفكر في المساله دي، بتديني المركبه في اتجاه الاكس، المركبه في اتجاه الزد، زاويه ميل القوه على محور واي، وبالتالي انت لازم تستفيد منهم عشان توصل للاف والاف زد. المره دي عندي زاويه واحده، ما اعرفش اجيب الزاويتين التانيين، وعندي مركبتين القوه، ما عنديش المركبه التانيه دي اف واحد، دي اف زد عايز اف واحد، عاوز اف واحد. تمام، هعمل ايه؟ استفيد من بيتا، استفيد منها ازاي؟ كوزين الفا الكل تربيع زائد كوزين بيتا الكل تربيع زائد كوزين جاما الكل تربيع دي بواحد، دي علاقه ثابته ما بتتغيرش. نعرف ايه من العلاقه دي؟ ما نعرفش غير البيتا. يعني يبقى كوزين الفا الكل تربيع زائد كوزين 75 الكل تربيع زائد كوزين جاما الكل تربيع بواحد. يعني كوزين الفا الكل تربيع زائد كوزين جاما الكل تربيع وادي كوزين 75 الكل تربيع الناحية التانية، تطلع القيمة بتاعتنا علامة 9.33، الكلام ده 0.13، هي دي القيمة اللي عندنا. للأسف دي معادلة فيها مجهولين اللي هما الألفا والجاما. إيه رأيك لو أنا حبيت أشيل كوزين ألفا؟ أنا ممكن أشيل كوزين ألفا وأحط مكانها الإف إكس على الإف الكل تربيع زائد كوزين جاما الإف زد على الإف الكل تربيع، سوى علامة 9.33013. أنا شلت كوزين ألفا حطيت مكانها الإف إكس على الإف، وشلت كوزين جاما حطيت مكانها الإف زد على الإف. اضرب في اف تربيع المعادله كلها يطلع اف اكس تربيع زائد اف زد تربيع سواء علامه 9.33013 الاف تربيع. ضربت المعادله كلها في اف تربيع، اف اكس عندنا 1.5 تربيع، اف زد عندنا ب 1.25 تربيع يساوي 9.33013 اف تربيع. المعادله خلاص كده، دي ارقام. المجهول الوحيد عندنا هو قيمه الاف. تطلع الاف تربيع من هذه المعادله 4.086، الكلام ده 2. خد الجذر يطلع ان قيمه الفورس 2.21 كيلو نيوتن، هو ده يمثل قيمة القوة اللي عندنا. أنا عاوز الإف واي، ما أنا عندي الإف واي تعرفها
انها عبارة عن الاف كوزين بيتا، يبقى الاف واي 2 0 2 1 كوزين 75، يبقى الاف واي تطلع بعلامة 5 2 3 كيلو نيوتن، هي دي قيمة الاف والاف واي. انا كل اللي عملته استفدت ان بيتا معلومة وعوضت في العلاقة بين الزوايا، كوزين الفا تربيع زائد كوزين بيتا تربيع زائد كوزين جاما تربيع بتساوي الواحد. البيتا هي المعلومة عوضت عنها ب 75، طلعت ان كوزين الفا تربيع زائد كوزين جاما تربيع دي معلومة، شلت كوزين الفا حطيت اف اكس على اف، شلت كوزين جاما حطيت اف زد على اف، وبعدين ضربت المعادلة كلها في اف تربيع، اف اكس دي عندي واف زد دي عندي، طلعت منها قيمة القوة بكام؟ واظن بعد كده يبقى الموضوع سهل انك تجيب الاف واي اللي هي عبارة عن الاف كوزين البيتا. يبقى انا لو عندي قوة في الفراغ ومديني الثلاث زوايا الفا وبيتا وجاما، فانت تقدر تحولها الى صورة متجه. طيب لو كان مديني زاويتين فتقدر تجيب الزاوية التالتة، لأن العلاقة بين الزاويتين هي علاقة كوزين ألفا لكل تربيع زائد كوزين بيتا لكل تربيع زائد كوزين جاما لكل تربيع، كل ده بيساوي الواحد. ده كان أول حالة عندنا لو كان مدينا الزوايا. في احتمال كان إنه مش يدينا الزوايا، الجزئية الثانية برضه الفورس في الـ 3 دايمنشن، لو كانت الفورس بتوين تو بوينتس، لو القوة دي واصلة بين نقطتين، يعني إيه؟ يعني أنا مديك في الفراغ كده ده محور إكس وده محور واي وده محور زد، مديك نقطة اسمها نقطة A ومديك نقطة اسمها نقطة B، وبقول لك أصل الفورس دي واصلة من A إلى B. Between two points يعني واصلة بين نقطتين اسمهم A و B مثلا. مديك قيمة القوة ومديك النقطتين وعاوز تحول القوة إلى متجه. المرة دي ما عندناش زوايا ولا حاجة، ده انا عندي نقطتين اسمهم A وB وعاوز اجيب القوة في صورة متجه. فقالوا لنا والله عشان نجيب القوة في صورة متجه فهنعمل الكلام ده على أربع خطوات. الخطوة الأولى إنك تروح تجيب الكوردينيتس الإحداثيات. إحداثيات يعني إيه؟ يعني مكان النقطة دي فين بالنسبة لـ X و Y و Z؟ إبعادها كام؟ إحداثيات إيه؟ مكان النقطة دي فين بالنسبة لنقطة أصل؟ يعني إيه؟ يعني أنا لو عاوز أوصل لنقطة B أمشي كام على الـ X وأمشي كام على الـ Y وأمشي كام على الـ Z عشان أوصل لنقطة B؟ ده اسمه إحداثي نقطة B. إحداثي نقطة B يعني سيادتك تقول لنا انت ناوي توصل لنقطة بي ازاي؟ انت عند نقطة الاصل اهو وعايز توصل لنقطة بي، فتمشي ازاي؟ هتمشي شوية على الاكس اسمه احداث الاكس، تمشي شوية على الواي او موازي للواي اسمه احداث الواي، تمشي شوية على الزد او موازي للزد اسمه احداث الزد. كده يبقى انا جبت احداثي نقطة بي. احداثيها يعني مكانها فين على محور اكس، مكانها فين على محور واي، مكانها فين على محور زد. هتجيب الكوردينيتس بتاع نقطة A ونقطة B اللي مثلا هيطلع X1 I Y1 J Z1 K، ادي نقطة A، ونقطة B هي X2 I Y2 J زد 2 كيلو. جيب احداثي نقطة A و B، ادي أول خطوة. وغير مسموح بالخطأ في الإحداث، لا بالقيمة ولا بالإشارة. 2 B
او رقم اتنين القوة اتجاهها فين؟ من A ل B ولا من B ل A؟ على الرسمة دي من A ل B، يبقى نروح نجيب فيكتور، نجيب متجه يعني اسمه الـ AB. اشمعنى الـ AB؟ لأن القوة ماشية من A ل B، يبقى المتجه من A ل B. طب لو كانت القوة راجعة من B ل A يبقى المتجه اسمه BA. طب والفيكتور ده بيساوي ايه؟ الفيكتور ده بيساوي احداثي نقطة B ناقص احداثي نقطة A. المتجه AB هو الـ B ناقص A. هتمسك الاحداثي ده تطرحه من الاحداثي ده، B ناقص A. بالنسبة للـ I يطرح من الـ I، الـ J يطرح من الـ J، الـ K يطرح من الـ K. يبقى أنا كده جبت المتجه اللي اسمه AB. المتجه بتاعنا اللي اسمه الـ AB هو عبارة عن إحداثيات الـ B ناقص إحداثيات الـ A. يعني لو عملناها بالرموز يبقى الـ AB، حط إحداثيات الـ B تبقى X 2A زائد Y 2J زائد Z 2K. الكلام ده ناقص X 1A زائد Y 1J زائد زد واحد كي. اطرحهم ازاي دول من بعض؟ اطرح الاي ماينس الاي يطلع اكس 2 ناقص اكس 1 اي، الجي ناقص الجي يطلع واي 2 ناقص واي 1 جي، الكي ناقص الكي زد 2 ناقص زد 1 كي. ادي الخطوه الثانيه، متجه اسمه الـ AB لأن القوة ماشية من A رايحة لـ B. الخطوة الثالثة هنجيب حاجة اسمها اليونت فيكتور. يونت فيكتور متجه وحدة، متجه قيمته تساوي الواحد الصحيح وظيفته تحديد الاتجاه، وهنديله رمز يونت فيكتور في اتجاه المتجه AB. يونت فيكتور في اتجاه القوة اللي عندنا، القوة ماشية من A ل B يبقى يونت فيكتور في اتجاه من A ل B. تعريف اليونت فيكتور ده هو عبارة عن المتجه AB على قيمة المتجه AB. المتجه AB هو الثلاث مركبات دول. قيمة المتجه AB معياره الجذر التربيع لمركبة الإكس تربيع، مركبة الواي تربيع، مركبة الزد تربيع. يبقى الخطوة الثالثة أجيب يونت فيكتور في اتجاه الـ AB. الخطوة الرابعة أجيب الفورس فيكتور، متجه القوة. متجه القوة هو عبارة عن قيمة القوة في متجه الوحدة اللي أنت لسه جايبه، هو ده يمثل متجه القوة. يبقى أنا لو عندي القوة واصلة بين نقطتين اسمهم A واسمهم B، أولاً هروح أجيب حاجة اسمها الإحداثيات. إحداثيات النقطتين A و B يعني مكان النقطتين على المحاور، مكان النقطتين على محور X و Y و Z. أدي واحد. اتنين، نروح نجيب متجه فيكتور. القوة ماشية من A ل B يبقى نجيب متجه من A إلى B. القوة اللي عندنا تمشي من A ل B يبقى نجيب متجه من A ل B، ولو كانت ماشية من B ل A نجيب متجه اسمه الـ BA. المتجه AB عبارة عن إحداث النقطة B ناقص إحداث النقطة A. نحط إحداث النقطة B، نطرح منه إحداث النقطة A، تتم عملية الطرح. الـ I ناقص الـ I، الـ J ناقص الـ J، الـ K ناقص الـ K. بعدين يبقى أنا كده جبت المتجهين. الخطوة الثالثة أجيب يونت فيكتور، هو عبارة عن المتجه على معيار المتجه. المتجه AB كمتجه على قيمة المتجه، وقيمة المتجه دي نجيبه ازاي؟ الجذر التربيع لمركبة الإكس تربيع، مركبة الواي تربيع، مركبة الزد تربيع. جبنا اليونت فيكتور، يبقى الخطوة الأخيرة والرابعة إنك تجيب الفورس فيكتور، هو عبارة عن قيمة القوة مضروبة في اليونت فيكتور. ده هو يمثل لو كان يديني قوة واصلة بين نقطتين. لازم نعمل الأربع خطوات بالترتيب ده من غير ما نغير فيه. تعالوا كده
نشوف المسألة رقم 11. مسألة رقم 11 بيقول إن إحنا عندنا محور واي وهنا محور إكس وهنا محور زد، وكان عندنا نقطة بي وكان عندنا نقطة A. المسافة دي كانت بستة متر، المسافة دي كانت بأربعة متر، المسافة دي كانت بتلاتة متر، والنقطة دي اسمها نقطة A، والفورس ماشية من A إلى B، في فورس كده، واصلة من A لحد B، ذكر حبل يعني attached مربوط to the eyeball مسمار، في حبل عندنا مربوط في مسمار. As shown in figure with force قيمتها 500 نيوتن. القوة بتاعتنا قيمتها بتساوي 500 نيوتن. تفتكر لو أنا حبيت أحط القوة دي كام واتجه؟ تيجي إزاي؟ عاوزين نحول القوة دي إلى متجه. بس كده، قوة واصلة بين نقطتين اسمهم الـ A والـ B، وأنا عاوز أحول القوة دي إلى متجه. أحول القوة دي إلى متجه إزاي؟ فقال لك والله تعالى نعمل الأربع خطوات اللي عندنا. الخطوة رقم واحد الكوردينيتس الإحداثيات. عايزين نجيب إحداثيات الـ A وعايزين نجيب احداثيات البي. دي اول خطوه عندنا. ركز بقى معايا كده عشان نشوف يعني ايه احداثيات. ادي نقطه A وادي نقطه الاصل، ده ساعه صفر وصفر وصفر. فانت هتتحرك على المحال من نقطه الاصل لحد ما توصل لنقطه A، وكل ما تمشي على محور تشوف انت مشيت كام ومشيت بالموجب مع المحور ولا عكس المحور. انت هتتحرك من نقطة الأصل عشان توصل لنقطة A، بتمشي على المحاور أو موازي للمحاور، وكل ما تمشي على محور تشوف انت مشيت كام، ومشيت مع المحور يبقى بالموجب، ولو مشيت عكس المحور يبقى بالسالب. تعال ننفذ كده. أنا كنت واقف عند O وعايز أوصل لA، فهمشي الأول المسافة دي على محور اسمه X. كام المسافة دي؟ هي نفسها الأربعة اللي فوق. طب أنا لما مشيت كده مع المحور ولا عكسه معاه؟ يبقى إشارة موجبة ولا سالبة؟ يبقى موجبة، يبقى محور إكس أربعة أر. آدي أول رقم. تاني، أنا كنت عند نقطة أو وعايز أوصل نقطة A، فأمشي أول المسافة دي، أمشي على محور إكس، مسافة مقدارها أربعة. ومشيت في هذا الاتجاه، يعني مشيت في الاتجاه الموجب، يبقى أول نقطة عندنا أربعة. بعدين وصلت هنا خلاص، هطلع على المسافة دي، أنا طالع موازي المحور زد، قيمة مقدارها تلاتة، يبقى التلاتة دي في اتجاه الزد، موازي للمحور معاه ولا عكسه؟ لا معاه، يبقى موجب ولا سالب؟ لا تبقى موجب. يبقى الزد عندنا بتلاتة الكي. طيب انا وصلت خلاص للاي، يبقى انا مشيت على الاكس وبعدين مشيت على الزد وصلت لنقطه اي، يبقى فين الواي؟ مفيش واي. يعني ايه مفيش واي؟ يعني الواي بتاعتنا صفر. هو ده احداث النقطه اللي عندنا، اربعه وصفر وثلاثه. اربعه في اتجاه محور اكس، صفر في اتجاه محور واي ما مشيتش، ثلاثه في اتجاه محور الزد. مشيت على محور اكس بالموجب ومشيت على محور زد بالموجب، يبقوا الاثنين بالموجب. ده احداثي نقطه A. تعال نجيب احداثي نقطه B. ايه رايك في نقطه B اهي؟ انا عند نقطه الاصل وعاوز اروح لنقطه B، فهمشي على الواي بس، مسافه مقدارها 6، ومشيت مع المحور ولا عكسه؟ معاه،
يبقى بالموجب ولا بالسالب؟ بالموجب. نقوم نتعلم من هنا اول حاله خاصه، النقطه الموجوده على محور ملهاش احداثيات الا على المحور ده بس. النقطة الموجودة على محور ليس لها احداثيات الا على هذا المحور فقط. يعني دي موجودة على محور واي يبقى ليها احداث بالواي بس والباقي باصفار. موجودة على محور اكس يبقى ليها احداث في محور اكس بس والباقي باصفار. موجودة على محور زد يبقى ليها احداث في محور زد بس وايه؟ والباقي باصفار. انا همشي من نقطة او لنقطة واي او نقطة بي في اتجاه محور واي. مسافة مقدارها 6 وبس، ومع المحور بالموجب يبقى 6 جي. طيب والاكس بصفر والزد كمان بصفر. ادي احداث النقطة دي. يبقى انت بتقف عند نقطة الاصل وتتحرك على المحاور عشان توصل للنقطة اللي انت عاوز احداثياتها. مشيت كام على محور ومشيت مع المحور ولا عكسه عشان تبقى بالموجب ولا بس. دي أول خطوة عندنا وغير قابلة للخطأ. الخطوة الثانية، القوة بتاعتنا ماشية من A لB، يبقى نروح نجيب فيكتور اسمه الـ AB. ماله الـ AB ده بقى؟ إن شاء الله عبارة عن الـ B ماينس الـ A. يبقى المتجه AB إحداثيات الـ B 0 I زائد 6 J زائد صفر كي. الكلام ده سهل. احداثيات الاي 4 اي زائد صفر جي زائد 3 كي. يبقى المتجه اي بي نطرح دول من بعض ازاي؟ هنا صفر اي سالب 4 اي تبقى سالب 4 اي. هنا 6 جي سالب صفر جي تبقى موجب 6 جي. هنا صفر كي سالب 3 كي يبقى سالب 3 كي. هو ده المتجه اللي اسمه اي بي، ودي الخطوه الثانيه. متجه اي بي عشان القوه ماشيه من اي لبي، هو احداث البي ناقص احداث الاي. تعالى الخطوه رقم 3، نجيب يونت فيكتور في اتجاه الـ AB، هنديله رمز يونت فيكتور أهو. هو عبارة عن المتجه AB على معيار المتجه AB. المتجه AB على قيمة المتجه AB. طيب نعوض بها ازاي دي؟ اليونت فيكتور في اتجاه الـ AB، المتجه AB أنا جبت أهو سالب 4 ا زائد 6 جي ماينص 3 كي. ادي المتجه اللي عندنا على معيار المتجه على الجذر التربيع لسالب 4 تربيع زائد 6 تربيع زائد سالب 3 تربيع. معيار المتجه هو قيمه المتجه، هو الجذر التربيعي لمركبة الاكس تربيع، مركبة الواي تربيع، مركبة الزد تربيع. لما تختصر هذه الأرقام تطلع إن اليونت فيكتور في اتجاه الـ AB 1 على 7 8 1 سالب 4 الـ I زائد 6 الـ J سالب 3 الـ K. هو ده متجه الوحدة في اتجاه الـ AB. دي الخطوة رقم 3. الخطوة رقم 4، أجيب الفورس المتجه. هي قيمة القوة مضروبة في اليونت فيكتور. يبقى الفورس المتجه بتساوي قيمة القوة عندنا ب 500 مضروبة في اليونت فيكتور 7 8 1 سالب 4 اي زائد 6 جي سالب 3 جي. هنضرب 500 في 1 على 7 8 1 والناتج هندخله جوه القوس عشان تطلع، يعني هيطلع متجه القوه. لما تقسم 500 على 7 8 1 يطلع 64
سالب 4i زائد 6j سالب 3j. يطلع ان الفورس عندنا تطلع قيمتها بسالب 256i زائد 384j سالب 192 الكي. هو ده يمثل متجه القوة اللي عندي. يبقى رقم واحد نجيب الإحداثيات بتاعت الـ A والـ B. رقم اتنين نجيب متجه في اتجاه القوة. القوة من A إلى B يبقى نجيب متجه اسمه الـ AB. هي عبارة عن B ماينس الـ A. وبعدين نجيب يونت فيكتور عبارة عن المتجه على معياره. وبعدين نروح نجيب القوة عبارة عن قيمة القوة في اليونت فيكتور اللي عندنا. دول الأربع خطوات لازم يكونوا بالترتيب، ولازم تكون مركز إن أي خطأ في الإحداثيات معناه إن كل الأرقام دي غلط، ملوش لازمة اللي أنت بتعمله عشان توصل للنهاية. شوف المسألة 12 بيقول إن إحنا عندنا هذا محور اكس، هذا محور واي، هذا محور زد. وبعدين كان عندنا هنا نقطة دي 4 متر ودي 3 متر ونزلنا 4 متر عشان نوصل لنقطة B. وهنا كان في نقطة اتنين متر واتنين متر عشان نوصل لنقطة A. وفي قوة واصلة من A إلى B. القوة دي قيمتها ب 630 نيوتن بس كده. قلنا القوة دي لو حبينا نحطها في صورة متجه نحطها ازاي؟ قوة مقدارها 630 نيوتن واصلة من A إلى B، وعاوزين نحولها إلى متجه. نحولها المتجه ازاي؟ قول معايا كده. عندنا 4 خطوات. الخطوة الأولى إن احنا نجيب الكوردينيتس الإحداثيات، إحداثي نقطة A وإحداثي نقطة B. إحداثي نقطة A هتحرك من نقطة الأصل لحد ما اوصل لنقطة A على المحاور أو الموازي للمحاور. فلما أمشي من نقطة الأصل لحد ما اوصل لحد تنو يبقى أنا مشيت على محور إكس. مشيت على محور إكس مسافة مقدارها 2، ومشيت في هذا الاتجاه يعني في اتجاه المحور، يبقى إشارتها موجبة تبقى 2A. وبعدين لما وصلت هنا هطلع لفوق مسافة مقدارها 2 موازي محور زد يبقى كي مع المحور، يبقى الإشارة بتاعتنا إشارة موجبة يبقى زائد 2 كي. الكلام ده هو ما مشيتش على الواي يبقى 0 جي. يبقى أنا عشان أوصل لنقطة A همشي على محور إكس 2 وهمشي على محور زد 2 كل بالموجب، والواي مش هنمشي عليه خالص يبقى بصفر. نروح لنقطة B، عاوز أوصل لنقطة B أتحرك من نقطة الأصل لحد ما أوصل لنقطة B. فعشان أتحرك من نقطة الأصل
همشي على المحور دي المسافة دي كلها. المسافة دي هي تساوي المسافة دي، يبقى أربعة. ومشيت مع المحور يبقى موجب. وبعدين لما مشيت المسافة دي همشي موازي الواي، مسافة مقدارها ثلاثة، يبقى ثلاثة جي. ومشيت في هذا الاتجاه يبقى موجب ثلاثة جي. وبعدين هنزل لتحت، مسافة مقدارها أربعة موازي للكيه، يبقى سالب أربعة كيه. يبقى دي أول خطوة عندنا، إن إحنا نجيب الإحداثيات، إحداثيات الـ A والـ B. رقم اتنين، الخطوة التانية، القوة ماشية من A لـ B، يبقى أنا هجيب فيكتور. الفيكتور ده اسمه الـ AB، عبارة عن الـ B ماينس الـ A. يبقى هنجيب المتجه اللي اسمه الـ AB، عبارة عن إحداثيات الـ B، 4i زائد 3j ماينس 4k، سالب إحداثيات الـ A، 2i 0j 2k. اطرح الإحداثيات، هنا 4i سالب 2i، اتفضل 2i، 3j ماينس 0j، اتفضل 3j، سالب 4k سالب 2k، يبقى سالب 6k. هو ده المتجه اللي اسمه في الـA. بعد ما اجيب المتجه اللي اسمه الـAB، الخطوة الثالثة اجيب يونت فيكتور. يونت فيكتور في اتجاه الـAB هو عبارة عن المتجه AB على معيار الـAB. يبقى اليونت فيكتور في اتجاه الـAB تساوي، حط المتجه 2i 3j سالب 6k على قيمة المتجه 2 تربيع 3 تربيع 6 تربيع، كل ده تحت الجذر، 36 و9 يبقى 45 و4 49. يبقى اليونت فيكتور هو 1 على 7 2i زائد 3 الج سالب 6 الك، هو ده يمثل اليونت فيكتور في اتجاه القوة. أعمل إيه باليونت فيكتور ده؟ أجيب الخطوة الرابعة، إن الفورس فيكتور هي عبارة عن الفورس مضروبة في اليونت فيكتور. يبقى الفورس فيكتور قيمة القوة ب 630 مضروبة في 1 على 7 2i 3j سالب 6k. يبقى الفورس اللي عندنا 630 على 7 ب 90، اضربها جوه تطلع 180i 270j سالب 540 الك، هو ده يمثل متجه القوة اللي عندنا. لازم الإحداثيات، لازم المتجه في اتجاه القوة، لازم كمان اليونت فيكتور اللي هو عبارة عن المتجه على معيار المتجه. أربع خطوات لازم وحتما ولابد نعملهم كاملين. الترتيب: إحداثيات النقطة، وبعدين المتجه في اتجاه القوة، وبعدين كمان نروح نجيب متجه وحدة، وبعدين نروح بعد كده نضرب متجه الوحدة في القوة. المسألة رقم 15 بيقول لي عندنا ثلاث محاور، محور اسمه الاكس، محور اسمه الواي، محور اسمه الزد. وفي عندنا نقطة ما مشينا على المحاور
مسافات موازي لمحور اكس اهو، ده محور اكس مشينا موازين ليه، وبعدين طلعنا لفوق بالشكل ده كده لحد ما وصلنا لنقطة ايه، مشينا مسافة هنا مقدارها واي، مشينا مسافة هنا مقدارها اكس، مشينا مسافة هنا مقدارها زد، وبعدين في قوة ما رحنا موصلينها بين A وB، حيث B تنطبق على نقطة الأصل، بس كده. نقطة B هي نقطة الأصل، ونقطة A هي نقطة موجودة فوق. النقطة دي إحداثياتها على محور واي بواي، على محور اكس باكس، على محور زد بزد، وفي قوة واصلة من A إلى B. المرة دي الراجل ادانا متجه القوة، القوة كمتجه 350 اي سالب 250 جي سالب 450 كي، واتجه القوة 350 اي سالب 250 جي سالب 450 كي، وكانت المسافة من A لB طول المسافة 9 متر، يعني طول المسافة دي من A لB ب 9 متر لونج. كنا عاوزين من سيادتك يا ترى قيمة الإكس والواي والزد تبقى بكام؟ يعني المرة اللي فاتت كان بيدينا الإحداثيات والقوة، وعاوز القوة في صورة متجه، هنا ادانا القوة في صورة متجه، وعاوز الإحداثيات اكس وواي وزد اللي على الرسمة دول يبقوا بكام؟ بس كده قيمة الإكس والواي والزد على الرسمة يبقوا بكام؟ قبل ما نبدأ، أنت عندك القوة متجه، تعرف تجيب قيمة القوة كده على جنب؟ قيمة القوة هي جذر التربيع ل 350 تربيع زائد 250 تربيع زائد 450 تربيع، هيطلع إن قيمة القوة بتساوي 622.5 نيوتن، ده مقدار القوة لو احنا محتاجينه في حاجة. يلا بقى قول لي نجيب الإحداثيات دي ازاي؟ احنا كان كل مرة عندنا الإحداثيات واحنا عاوزين نعمل ايه؟ احنا عاوزين نحول القوة المتجهة، هنا قلبنا الموضوع. هنمشي بنفس الترتيب، هنمشي على اعتبار ان احنا رايحين نجيب متجه القوة، ولما نطلعه في الاخر متجه القوة نبقى نسويه متجه القوة اللي هو متجه. يعني ايه هنمشي بنفس الترتيب؟ يعني الخطوة الأولى هنروح نجيب الكوردينيتس الإحداثيات، إحداثي نقطة A وإحداثي نقطة B. يلا نجيب إحداثي نقطة A، أنا كنت واقف عند نقطة الأصل دي وعايز أروح لنقطة A، فهضطر أمشي على المحاور. الأول همشي على محور واي أهو، مسافة هو مسميها لي واي، مسافة دي مسميها لي واي. المهم عندي أنا همشي في هذا الاتجاه، يبقى مشيت مع المحور، يبقى واي مسافة في اتجاه الواي وفي الاتجاه الموجب، يبقى موجب واي جي. وبعدين ما أوصل هنا همشي في هذا الاتجاه موازي المحور اكس، مسافة مقدارها اكس، بس همشي عكس المحور، يبقى أكيد الإشارة بتاعتنا هي سالب اكس.
يبقى سالب اكس في اتجاه الار، وبعدين هطلع لفوق زد يبقى زائد زد في اتجاه الـ. دي هي احداثيات نقطة ايه؟ احداثيات نقطة ايه؟ سالب اكس اي زائد واي جي زائد زد كي. اسيب نقطة ايه وامسك في نقطة بي، نقطة بي دي موجودة عند نقطة الاصل، يبقى صفر اي صفر جي صفر كي هي نفسها احداثيات نقطة الاصل. ادي اول خطوة عندنا. الخطوة الثانية رقم اتنين، عاوز اجيب فيكتور. القوة ماشية من A إلى B، يبقى انا هجيب متجه اسمه الـ AB اللي هو عبارة عن B ماينس A. القوة ماشية من A إلى B، يبقى المتجه بتاعنا اسمه الـ AB. يبقى المتجه AB عبارة عن صفر I صفر J صفر K، سالب متجه الـ A أو إحداثي الـ A إكس أي واي جي زد كي. يبقى المتجه اللي اسمه الـ AB صفر ناقص ناقص إكس إكس أي سالب واي جي سالب زد كي. آدي المتجه بتاعنا. الخطوة التالتة، الخطوة التالتة نجيب حاجة اسمها اليونت فيكتور، متجه الوحدة، يونت فيكتور في اتجاه الـ AB هو المتجه على معيار المتجه. يونت فيكتور في اتجاه الـ AB تطلع عبارة عن إكس أي سالب واي جي سالب زد كي على الجذر التربيع، الإكس تربيع زائد واي تربيع زائد زد تربيع. معيار المتجه يعني إيه؟ قيمة المتجه. قيمة المتجه يعني إيه؟ يعني المتجه أي بي ده قيمته بكام؟ المسافة دي بكام؟ ما هو قال إن الأي بي قيمتها بتسع، يبقى دي تسع. قيمة المتجه هو قال لي قيمة الأي بي قيمتها بتساوي 9، يبقى دي بتسع. يبقى المتجه او اليونت فيكتور هو عباره عن 1 على 9 مضروبه في الاكس اي سالب الواي جي سالب الزد كي، هو ده متجه الوحده. الفورس فيكتور الخطوه الرابعه، الفورس فيكتور متجه القوه هو عباره عن قيمه القوه في اليونت فيكتور. يبقى الفورس فيكتور هو عبارة عن 622.5 مضروب في اليونت فيكتور اللي هو 1 على 9 في الاكس اي سالب الواي جي سالب الزد كي. 622.5 على 9 تطلع ب 69، يبقى الفورس فيكتور 69.1666 في الاكس اي سالب الواي جي سالب الزد كي، هو ده الفورس فيكتور. كده انا عملت الاربع خطوات عادي، ان انا الاول جبت الاحداثيات وبعدين جبت اليونت فيكتور وبعدين جبت ضربت اليونت فيكتور في القوه طلعت الفورس كمتجه. ده متجه القوه اللي في مجاهيل اكس واي وزد، وهو ده متجه القوه اللي كان مديهولي. المفروض المتجه ده علاقته بالمتجه اللي هناك يساوي، اللي هو ده متجه القوه وهو ده متجه القوه، يعني الاثنين حاجه واحده. فانا كل اللي اعمله اعمل ايه بقى ان شاء الله؟ هساوي متجه القوه اللي مديهولي بمتجه القوه اللي انا حسبته. فلما تيجي تساوي متجه القوه اللي مديهولي اللي هو كان 350 اي ماينس 250 جي ماينس 450 الكي تساوي 69.1666 مضروبه في اكس اي سالب الواي جي سالب الزد كي. المعادله دي معادله متساويه الطرفين. يعني ايه متساويه الطرفين؟
يعني الطرف اليمين بيساوي الطرف الشمال. الطرف اليمين بس الطرف الشمال اي وجي وكي، والطرف اليمين اي وجي وكي. فعشان يكونوا متساويين يبقى اللي لازم يحصل، لازم مركبة الاي تساوي مركبة الار، مركبة الجي تساوي مركبة الجي، مركبة الكي تساوي مركبة الكي. فانا اقول له كده عشان نساوي الاي من هنا 350، من هنا 69، 1666 الاكس، مش دي مضروبه جوه في الاكس، اروح مطلع قيمه الاكس اللي تطلع قيمتها ب 5.6%. يبقى دي اول رقم عندنا قيمه الاكس ب 5.6%. فور الجي سالب 250 من الطرف الشمال تساوي سالب 9.6 على 1.666 الواي، اروح مطلع قيمه الواي تطلع 3 على 6.14 متر. هو ده قيمه الواي اللي عندي. الزد فور الكي تطلع ان سالب 450 تساوي سالب 9.61666 الزد، اروح مطلع الزد بتاعتنا تطلع قيمتها ب 6 علامه 506 متر. هي دي الاحداثيات التنافسيه. هو كان مديني القوه كمبتدا وعاوز الاحداثيات. انا عملت الخطوات هي هي، رحت جبت احداثيات، جبت المتجه، وبعدين جبت متجه الوحده، ضربت في قيمه القوه، طلعت القوه، طلعت القوه بدلاله الاكس والواي والزد متجه، وهو كان بيديني متجه القوه، فهو ده متجه القوه، هو ده اساوي الاثنين ببعض اروح مطلع مركبه الاكس، مركبه الواي، مركبه الزد. ده كانت القوه في الثلاث محاور. ازاي نحولها لمتجه؟ يا اما يديني القوه بالزوايا بتاعتها، يا اما يديني القوه واصله بين نقطتين معلومتين واحنا نحولها لمتجه. ومش هكذب عليك، الموضوع ده مهم جدا جدا جدا، ان احنا على ما نخلص هذا المنهج اي موضوع هناخده كل ما اجي اتكلم معاك اقول لك اي مساله تجيلك في اي موضوع في المنهج، الاول حول القوه المتجهه وبعدين نبقى نشوف الموضوع ايه. يبقى دي خطوه مش هنستغنى عنها ابدا، انك تحول القوه المتجهه سواء باستخدام الزوايا او باستخدام الاحداثيات بتاعت النقط ان انت تجيب اليونت فيكتور. اشكركم واشوفكم قبل ما تمشوا. صحيح عندنا المحاضره الواجب بتاعنا، عندنا مسالتين واجب، وتعود معايا على كده ان احنا دايما عندنا مسالتين واجب. عندنا المسالتين بتوعنا النهارده هما المسالتين رقم 13 و16. مساله رقم 2 13 ورقم 2 16 هم دول الواجب اللي عندي. بس كده ان شاء الله نشوفكم المحاضره اللي جايه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.